تخيل انك رايح فيلم سينما وبتتفرج على مشهد والمشهد ده فيه حاجات متحركة، هل فعلا الحاجات دي متحركة ولا دماغك بتلعب بيك؟ اي فيلم عبارة عن مجموعة من المشاهد، واي مشهد عبارة عن مجموعة من اللقطات، واللقطات عبارة عن فريمات. ايه هو الفريم ريت بير سكندز او الـ FPS، وبنستخدمه ازاي في الفيلم او في الفيديو؟ الاول في حاجة اسمها فريم بير سكندز، يعني كام فريم في الثانية او كام صورة في الثانية. لازم في الاول نعرف ان الافلام او الفيديوهات عبارة عن مجموعة صور او مجموعة فريمات بتتحرك بسرعة معينة. ممكن الفريمات دي نشوفها سريعة او بطيئة او بالسرعة العادية، وان الافلام بتديني احساس الحركة في حين ان هي صور ثابتة، بس الصور الثابتة دي بتتحرك ورا بعضيها. طب ويا ترى ايه هي السرعة العادية؟ خليني اقولك الحدوثة من الاول. في سنة 1878 حاول ادوارد مايبريدج انه يصور صور ثابتة لحصان بيجري عشان يعرفوا هل الحصان هو بيجري هل في وقت معين بيبقى اربع رجول مش ملامسين للارض، وهم بيصوروا الصور دي صوروا حصان 6 فريمات. لما جم يشوف الصور دي جنب بعضيها اديتهم احساس بالحركة، وهنا جت فكرة الموشن بيكتشر او الصور المتحركة اللي ادت بعد كده لصناعة السينما كلها اللي موجودة دلوقتي. بعد كده بدأوا يعملوا افلام صامتة بس كان المعدل 12 فريم في الثانية. لما بدأ يخش الصوت في صناعة السينما لقوا ان المعدل الامثل لصناعة الفيلم اقتصاديا كان 24 فريم في الثانية، وفي نفس الوقت هو احسن حاجة بتظبط فيها الصوت مع الصورة. وبرضو موضوع 24 فريم في الثانية فهو الأقرب للعين الطبيعية بتشوفه، لأنه بيبقى فيه معدل موشن بلير معين ده زي العين البشرية ما بتشوف. ولغاية النهاردة هنلاقي النسبة العظمى من أفلام السينما بتصور 24 فريم في الثانية. فلو فيلم كرتون مثلا هنلاقي برضو، لو فيلم 2D هتلاقي 24 رسمة في الثانية. طيب السينما بتعتمد على الخيال، يعني كل اللي بنشوفه ده عبارة عن خداع بصري. انا لغاية قريب لما بدأت أدرس أنيميشن كنت فاكر ان الصور دي فعلا متحركة مش انها عبارة عن صور ثابتة بس بتدي الخيال بتاع الحركة. طب هو صحيح ليه في الموبايل بتاعي بلاقي 24 فريم في الثانية، 25 فريم في الثانية، 30 فريم في الثانية، 60، الاقي سلو موشن 120، 240، يا ترى ده ليه؟ القصة معتمدة على حاجة تانية خالص. السينما كلها او معظمها بتشتغل 24 فريم في الثانية، بس لما بدأ التلفزيون في امريكا مثلا لقوا ان معدل 30 فريم في الثانية هو المتناسب مع الكهرباء بتاعتهم عشان ما يلاقوش فيها تقطيع، عكس اوروبا والشرق الاوسط اللي كان عندهم 25 فريم في الثانية هو الأكثر تناسبا مع الكهرباء بتاعتهم. وده اللي كنا بنشوفه زمان حاجة اسمها نظام PAL أو نظام NTSC. فPAL كان بيشتغل في الشرق الأوسط وأوروبا، وNTSC كان بيشتغل في أمريكا. فعشان كده هتلاقي في الموبايل في تنوع في الفريمات، وفي حد يسألك أصور 24 ولا أصور 25 ولا أصور 30، تعتمد على أنت فين بالضبط في كوكب الأرض. بس انا هقولك عشان تخلي الدنيا سهلة عليك صور 24 فريم في الثانية، ده هيوفر لك كمان ذاكرة لانه عدد الفريمات في الثانية هتبقى اقل، فعلى اساسه الفيديو هياخد فريمات اقل فكمية معلومات اقل فهيوفر لك في الساعة. في بقى استخدامات تانية للفريمات وسرعتها، ده يعتمد على الافكت اللي انت عايز تعمله في الفيلم. عندك مثلا في فيلم The Hobbit استخدموا عدد فريمات مختلف 48 فريم في الثانية، ده ادى ان الموشن بلاير كان اقل بكتير من الافلام العادية فادى انطباع ان شكل الفيلم مختلف عن الباقي. ومثال تاني فيلم جيميناي مان بتاع ويل سميث، ده تصور بمعدل 120 فريم في الثانية، وده خلى انطباع الفيلم مختلف تماما ان ما كانش فيه موشن بلير خالص، وان اشبه بالفيديو جيم، الصورة واضحة جدا، دايما الافلام بتلاقي فيها نوع من انواع النويز موشن بلير، والنتيجة كانت الفيلم شكله مختلف تماما عن الافلام الباقية الموجودة في السينما. وده طبعا يعتمد على رؤية المخرج، هو اللي عايز يطلع حاجة جديدة وشكل مختلف. طب الكلام ده كله يفيد في ايه؟ ده يعتمد على رؤيتك للمحتوى او الفيلم اللي انت عايز تعمله. فمثلا في لو فريم ريت او فاست موشن، ده معناه انك بتصور عدد فريمات اقل وبتعرضها بالسرعة العادية. خليني اديك مثال، ممكن تلاقي لما الفريم يكون متصور بسرعة يديك احساس كوميديا اكتر. العكس تماما، لو رحت على الهاي فريم ريت ده معناه انك هتصور عدد فريمات كتيرة اكتر من الطبيعي، فبعد كده بتعرضها بالسرعة العادية فتديك انطباع سلو موشن، فبتصور عدد فريمات كتيرة عشان تقدر تبطئها وتديك الحركة سلسة جدا وتديك تفاصيل ما بتشوفهاش بالعين الطبيعية، وبتنفع جدا في مشاهد الاكشن لو عايز يبين تفصيل الاكشن او تفاصيل حركة عضلية معينة في الجسم، ممكن تديك افكت حلو جدا نتيجة نستعمل سلو موشن. في ماتريكس هتلاقي متصور المشهد ده بسرعة 300 فريم في الثانية، وده يعتبر معدل عالي جدا،
بس ده ساعد انه يجمد لك الصورة في حالة الصراع، فتقدر تشوف تفاصيل المعركة بوضوح تام، لان هو قدر يصور عدد فريمات كثيرة، وفي نفس الوقت قدر يبطئها على الاخر لدرجة شبه تكون متجمدة، فتقدر تشوف تفصيلة تفصيلة في المشهد، وفي نفس الوقت اداك طريقة تصوير عمرك ما شفتها قبل كده او شفتها في الحياة الطبيعية. You're empty. So are you. وده من المشاهد المميزة جدا في الفيلم. مشهد تاني من فيلم The Shining، هتلاقي المشهد ده مشهد مرعب معمول سلو موشن، بس في نفس الوقت هتلاقي تأثير المشهد ده قوي جدا. هنشوف أنهار الدم وهي بتتدفق من الكوريدور. وعندك المشهد ده اكستريم سلو موشن. في حالة انفجار القنبلة عشان يبين لك تفاصيل التفاصيل، الحاجة اللي مستحيل تشوفها في الحياة الطبيعية، وده كله بيتحقق لاختلاف الفريم ريت. في حاجة كمان اسمها ستيب برينتينج تكنيك، ده بيبقى عبارة عن عدد فريمات بطيء جدا 6 فريمات في الثانية، وفي نفس الوقت بنخلي شاتر سبيد كمان بطيء، فبيديك شكل الصورة اكن واحد بيحلم، واحد مثلا مريض وبيتوهم حاجات، او في فيلم رعب وبتخيل حاجات مخيفة، فالتكنيك ده بيبقى مناسب جدا للمشاهد دي. في حاجة كمان اسمها speed ramp زي فيلم 300. في المعركة هنلاقي فيه تغيير للسرعات في الهجوم والبطل بيقتل اعدائه، فهنلاقي السرعة بتبطأ جدا لحظة الطعن، هتلاقي حتت بطيئة وحتت بعديها على طول سريعة، فهو بينقلك الحالة ما بين السريع والبطيء عشان يديك انطباع مختلف او رؤية مختلفة للفيلم. طب ازاي اتحكم في فريم ريتس واعرف تاثيره على المشهد؟ دي بتعتمد على حاجه اسمها كواليتي اوف موشن. فانت عندك يا اما نورمال سبيد، سلو موشن او فاست موشن. النورمال سبيد اللي هي الطبيعيه اللي هي عاده 24 فريم في الثانيه، واعرض 24 فريم في الثانيه. السلو موشن بصور عدد فريمات عالي جدا 60 120 240 وبعرضهم 24 فريم في الثانيه، فبتخلي الصوره تطلع بطيئه جدا. والعكس صحيح، لو بصور فاست موشن يعني بصور عدد فريمات اقل وبعرضها 24 فريم في الثانية، فلو بصور مثلا 12 فريم في الثانية وده بيسموه under crank وبعرضها 24 فريم في الثانية، فدي هتخلي الصورة سريعة وتحس في نفس الوقت انها مقطعة وكأن فيها حاجة غريبة، فدي تبقى ظريفة جدا في مشاهد الكوميدية او عايز تعمل تكنيك مختلف، او في الستوب موشن مثلا الانيميشن المعمول بتكنيك الستوب موشن بتلاقي فيه التقطيع دي اللي هي بتدي شكل او ستايل معين مختلف. ودايما افتكر ان انت المتحكم في المؤثرات والفيرمات في المحتوى بتاعك، ودايما جرب كتير وجرب حاجات مختلفة هتطلع حاجات جامدة، واستمتع بالموضوع اكيد هيطلع منه حاجة حلوة. قولي في التعليقات تحت هل كان عندك فكرة ان عدد الفريمات في الثانية دي بيبقى ليه التأثير ده في الافلام، ولو عايز تعرف اكتر عن التصوير السينمائي تشوف الحلقة دي، ولو عجبك المحتوى ما تنساش تدوس لنا لايك واشترك في القناة وفعل الجرس، ونشوفك الحلقة الجاية. سلام.